عم أهلك شوي، عم توجعيني. أنا آسفة. أهلين حبيبتي. شكلك تعبانة. ايه والله، طول النهار عم بركض مشان هدول. وانا عم استناكي بالجمعية، قلت لحالي رح تجي وتشاركيني بالتحضيرات. تمنيت بس ما كان معي وقت بنوب. الكل كانوا هنيك، حتى اروى خانم اجت. هي اشطر وحدة فينا، معناها ما في داعي الي بنوب. اصلا انتي ما بتهتمي غير بالامور اللي فيها بسط. بكفي، روحي انتي. حاضر يا خانم. عصبيتك هي كتير عم تلفت انتباه، بدك تديري بالك. انا ماني معصبة، تعبت طول النهار من الشغل. وانا ما عم بتعب مشاني يا سمر، كل شي عم ساويه مشانك. ما اشتريت كل شي عجبني، برمت السوق كله لحتى لاقي الشي الاقتصادي. وبس تشوفي الفواتير رح تصدقي كلامي. ايه والله يا ماما، عن جد تصرفاتك اقتصادية. تحبي تشوفي يلي اشتريتون؟ لا ما بدي. اصحيك تتجعلك. انا رح خفف شوية اغراض من الخزانة مشان تحطي البدلة. البسيها خلينا نشوف عليكي. لا تخجلوني هلا. لا تخافي، رح نشوفها وهي طالعة على الحفلة. انتي حبيتي هذا اللون؟ انت ما حبيته؟ شو دخلني؟ انتي اللي رح تلبسيها. البدلة بتطير العقل، والله رح تطلعي فيها بتاخدي العقل. انا بغرفتي بدي ادرس. يعطيك العافية. جميلة هاتي البدلة مشان علقها. مهند بيك شو رح يلبس؟ بعتقد رح يلبس سموكين. ما بعرف، هو لازم يكمل الشياكة تبعك. مهند بيك شو ما لبس بيلبق له. شو عم تحكوا علي؟ كأنه سمعت اسمي. قال شو ما لبست بيلبق لك. شكرا سهيلة. هاي الحقيقة. مهند بيك شفت بدلة نهال خانم؟ لا، فرجيني. بتشوفها بالحفلة. يلا خلينا ننزل، الكابتن بيكون عم يستناكي. ليش الكابتن رضا هون؟ احيانا بيجي، اذا ما بتكون شي منا خلونا ننزل. لا شكرا. شو سويتي اليوم؟ ضليتي بالبيت؟ لا، رحت جبت الفستان. انت بدك تروح على الحفلة؟ شو ما عجبك الطوق؟ سمر يلي هدتني. ايه ما جاوبتني، بدك تروح على الحفلة؟ بعدين بنحكي. مراد انا عم يوجعني راسي، رح نام لوقت الاكل. ماشي.